مدبني وين مخاصمني وين مدبني وين مخاصمني والغدار وبيش بدلني والخوا بيش بدلني نقول لك زعما اغلى كاش خديته اغلى كاش خديت 30 مليون 30 مليون 30 مليون كانت عندي جوله في دوله الامارات وكانت خدمت تما وخدمت واحد السواري بريفي سهره خاصه خديتي فيها 30 مليون كباريات حيت ماشي اي واحد كيمشي للكباري الكباري كيمشيو له غير الناس اللي عندها الفلوس اللي عنده الفلوس باغي ينشط وباغي يضحك كيمشي للكباري حط واحد الفيديو دابا راه دار داير البوز تيقولوا لي اش ديتي الدنيا بعد ما بلاصتها شي لك تيقولوا لي خديتي لها بلاصتها انت خديتي بلاصتها انا ماشي خديت بلاصتها ولاني دابا انا قريب للستيل ديال دنيا باطمه وتقريبا الحفلات كاع اللي كانت هي كتخدم فيهم انا دابا وليت كنخدم فيهم الاوتفيت ديالك اليوم نبداو بالقميجه بشحال القميجه 3000 درهم 3000 درهم والساعه زيد الساعه 15000 درهم 15000 درهم السروال السروال 1500 السبرديله السبرديله 6000 درهم وا نتوما على حاتم ودماغك اذا الشهره كانت نعمه عليك كانت نعمه عليا مساء النور مساء الخير مساء الود مساء الحب ليالي رمضان سمر رمضان خيم رمضان أو الخيم الرمضانية في أول خروج إعلامي رسمي المثير للجدل نعم راه والغوت وراه الفنان الشعبي حاتم ولد ميليكا ولد ملكة انا عرفوا منه اسرار غادي يكشفها معنا اول مره على قناه الشعب شوف تي في حصلتي مرحبا اختي سميره وكيحصل لي الشرف انا معاك اليوم مع قناه شوف تي في ربي يخليكم نقول لكم مبروك واشرك الله يبارك فيك نايضة عندك فهاد رمضان هانت هنا هانت في قنيطرة هانت في مهدي هانت في الرباط في تمارة في سلا الحمد لله هادشي من فضل الله ومن فضل الجمهور اللي كيبغيني ياك سيدي ضروري محيح كنا الحيحة حاتم ولد ملكة ولد ملكة هو الاسم ديال الام ديالك ولا لقب لا غير لقب لقب ديال الفنانه ديالنا ديال الغرب نجمه الغرب المرحومه الفنانه ملكة وانا عندي الوالده ديالي الحمد لله باقي في الحياه الله يخليها لك شكون اللي عطاك هذا اللقب هذا هذا عطاني واحد صديق ديالي هو كاتب مسرحي وممثل مسرحي احمد البركه من مدينه مولاي بوسلهام قربني شويه وقرب المشاهدين من حاتم
حاتم هو الاسم ديالك ولا اسم فني؟ حاتم سميتك حاتم ديالي. شحال في عمرك حاتم؟ ضروري نقول وانا كنعرف غير النساء هما اللي عندهم واحد الحساسيه من انهم يقولوا العمر. عادي انت راجل. العمر ديالي 26 عام. 26 عام مازال صغير. كاين شي وليدات كاين شي زواج؟ مازالت ساعه. سيليباتير ياك. على ذكر الام وغادي نبدا لك اليوم عيد الام، شو تبغي تقول للام ديالك؟ كنبغي نقول للام ديالي كنحماق عليك وتنموت عليك والله يخليك ليا يا ربي وطول عمرك. شي اللي بغيت داير حالة في مواقع التواصل عتابني احاضني شي اللي كاين. حاتم قربني من قربني وقرب المشاهدين الكرام من شكون حاتم. بدايه حاتم كيفاش جيتي ماشي تلاحيتي الغناء بمعنى كيفاش جيتي وتلاحيتي للغنى؟ واش من صغرك؟ واش قريتي موسيقى؟ شكون حاتم؟ هذا هو السؤال المطروح. شكون حاتم؟ هاد الهوايه عندي من الصغر، ما قريتش الموسيقى ولكن هوايه عندي من الصغر. كنت كنمشي للاعراس وهادي وكنبقى نغني وهادي والناس شجعوني قالوا لي عندك صوت زوين صافي. وبقيت ركع فشويه بشويه الحمد لله لحت فيديوهات في اليوتيوب ولقاو نجاح كبير صافي وقلت نكمل المسيره ديالي الفنيه. الفيديو الشهير اللي كان عمل ضجه ديال ويا المعذبني. ويا المعذبني ويا المخاصمني. سمعوها. مرحبا. وين معذبني وين مخاصمني وين معذبني وين مخاصمني والغدار وباش بدلني والخوا باش بدلني. شكون معذب حاتم ولد مالك؟ معذبني الزمان ياك. وانا كتبان لي ناشط ضحك عمر داخل هالسهرات هالحفلات ما شاء الله 55 نحسدناك اخويا الله يزيدك. مرحبا. ايوا الحمد لله داكشي من فضل الدعاوي ديال الوالدين والحمد لله هادشي اللي كاين. حاتم عندي لك سؤال واظن انك جريء انك تجاوبني بكل صراحه. اغلى مبلغ تقاضيتيه في حفله او سهره خاصه؟ انت كتخدم حفلات كتخدم سهرات كتخدم في الملاهي الليليه بشحال كتخدم حاتم؟ اللي كاش ما كاينش اش غادي نقول لك. كل بلاصه والكاش الكاشي ديالها. نقول لك زعما اغلى كاش خديته اغلى كاش خديت 30 مليون 30 مليون 30 مليون كانت عندي جوله في دوله الامارات وكانت خدمت تما وخدمت واحد السواري بريفي. سهره خاصه خديتي فيها 30 مليون. واش في هذه السهره هذه اللي خدمتي فيها 30 مليون؟ 30 مليون هذه كانوا دايرينها الجاليه المغربيه المقيمه بالامارات وداروا وكانوا جابوني وتحيه هذه السهره ولي فان ديالي. وانتم عندو لي فان تهلاو فيه ب 30 مليون عقبال ضروري. قربني احكي لي على حياتك طفولتك. في انت ولد رباط؟ لا انا ماشي ولد رباط انا ولد سيدي سليمان. انا تزاديت في المدينه ديال الوالده ديالي سيدي سليمان صافي وكملت فيها. لكن متواجد بزاف مدينه الرباط. انا اصلا كنستقر في الرباط واخا مولي ندار سيدي سليمان ولاني انا كنستقر في الرباط حيت الخدمه عندي في الرباط كازا والنواحي. شنو كيعجبك في خدمه الملاهي الليليه؟ اغلب الحفلات ولا هذا اللي كدير كنشوفوك في ملاهي ليليه. لا واش عمر ما كاينش ملاهي ليليه؟ كاين ملاهي ليليه ولاني عاوتاني كاين العراس كاين الحفلات كاين بزاف الحوايج. اكثر مكان تاخذ منه فلوس اكثر في العراسات ولا في الكباريات؟ كباريات يكون شويه. علاش؟ علاش بالضبط كباريات؟ حيت ماشي اي واحد كيمشي للكباري. الكباري كيمشيو له غير الناس اللي عندها الفلوس. اللي عنده الفلوس باغي ينشاط وباغي يضحك كيمشي للكبار. ياك سيدي هادشي اللي كاين. قال لك غير الناس اللي عندهم الفلوس كيمشيو للكبار. حاتم اكيد انك كتعرض لمضايقات تحرشات تنمر. ما كاينش تحرشات مضايقات وتنمر. راكي اي واحد في هذا الميدان وفي هذا المجال هذا اي واحد من غيري انا كتدخلي لي. خليني نهضر عليك انت بحكم انك انت ضيفي اليوم. اكيد انك غادي تتعرض للتنمر على الشكل ديالك. كيتنمروا عليا دابا راه اصلا تحط واحد الفيديو دابا راه داير البوز تيقولوا لي شديتي لدنيا بعض ما بلاصتها. هادشي اللي كاين. تيقولوا لي خديتي لها بلاصتها. انت خديتي بلاصتها؟ انا ماشي خديت بلاصتها ولكن دابا انا قريب للستيل ديال دنيا باطمه
وتقريبا الحفلات كاع اللي كانت هي كتخدم فيهم انا دابا وليت كنخدم فيهم بزاف. شتي بلاصه في الكباريات وفي الحفلات؟ في الحفلات، في الاعراس، في جوالات غادي يكونوا عندي ان شاء الله في الديار الاوروبيه، في ايطاليا. نشوفوك محيح مع الجاليه، مع الجاليه المغربيه، ونوجه لهم تحيه من هنايا، كنقول لهم انتظروني ان شاء الله غادي تكون جوله فنيه كبيره في اوروبا وبالاخص في الديار الايطاليه، وكنقول الناس ايطاليا انتظروني ان شاء الله غتكون نايضه. آه. فين ما كيكون ولد ملكه خدام شي محل كتلقاو طالع فوق طبله حيت قصير ياك خصك ضروري تطلع فوق طبله. خصني نطلع الفوق باش كنبقى انا هو النجم ديال السهره. اولا الطريقه اللي كتجبد بها عمر، الناس اللي ما غيفهموش عمر هي الغرامه. شوفي كيف زعما ما فهمتش السؤال بالضبط. اكتيف وانت كتغني، يعني كتجي كتطلع الكليان فوق طبله، طلع فوق فوطوي تشطحنا. شوفي انا كنغني ستيل شعبي. الشعبي عندنا في المغرب هو التراث ديالنا ديال المغرب، هو الشعبي الروين الروب، لا الضحك النشاط نايضة طايح اكثر من نايض ياك سيدي طايح اكثر من نايض فوق الطوابل. رمضان كتخدم فيه، رمضان كتكون فيه الخدمة من بعد، طبعا بعد التراويح الناس كتأدي صلاة التراويح، الناس كتعبد الله بنهار ما بعد التراويح، الناس كتخرج كتفوه على راسها، أكيد كتلقى انتقادات وسيرة شهر رمضان شهر العبادات وشهر كذا. هو رمضان شهر العبادة وشهر الغفران، وش غادي نقول لك، حنا هذه الخدمة ديالنا، حنا هذه هي الخدمة ديالنا، حنا ربي مكتب علينا هذا هو طرف الخبز ديالنا، خصنا نخدمه. عندك مسؤولية أكيد، عندك عندي أسرة. مسؤولية عندي عندي الأم ديالي، عندي خمسة ديال خوتي، الوالد الله يرحمه، الوالدة مريضة، والحمد لله ربي معاوني باش كنوفر لهم كاع داكشي اللي خاصهم. كتخدم يوميا بشكل يومي؟ بشكل يومي تقريبا. دائما بالليل؟ بالليل. حياتك كيفاش كدوزها؟ لأن خدمة الليل صعيبة، ما كتخليش الإنسان وقت، السهر ما كيخليش الإنسان وقت. لا واش غادي نقول لك، ولفنا دابا، راه ولفنا مدة جاية دابا 11 عام ولا 12 عام الإنسان كيولف. نصيبك من الشائعات ما شاء الله، حدث ولا حرج. بزاف كاع. حاطين لي أكثر شائعة تقالت في حقك ألماتك، ما حزناتك، خلاتك تقول يا ريت مثلا أنا ما دخلت لهذا العالم ديال السوشيال ميديا أو الشهرة ولا غنيت ولا أكثر شائعة جرحاتك؟ ما كاينش غير شائعة وحدة، كاين شائعات بزاف، شحال قدي نقول واحدة منهم هذه كانت قاصحة عليك شوية. ما بزاف بزاف، شحال قدي نقول لك بزاف. علاش كيتقال عليك بأنك مثلي؟ واش غادي نقول لك، اللي كل واحد منه الله، كل واحد تيقول ماشي غير انا، راه النجوم كبار كبار مني كاع وتينسبوا لهم هذا الشيء، ولكن شوفي كل واحد منه الله. الا جيت نبقى ما كتهتمش واش غادي نقول، واش نبقى نضرب مع الناس كاملين؟ الحمد لله انا عارف راسي شنو، اولا عايش بمبدا انا عايش كيف بغيت انا، وما على بانيش بهضره الناس اللي بغا يقول شحال. الحمد لله انا كنخدم على راسي، كنبحث على مستقبلي، كنخدم على والديا، والحمد لله انا مرضي الوالدين ومرضي خوتي ومرضي العائله ديالي كامله. اللي بغا يقول شي حاجه انا كنعرف راسي واثق من نفسي، اللي بغا يقول شي حاجه. حاتم شكون القدوه ديالك في الفن الشعبي؟ علاش جيتي وتلحيتي للغناء الشعبي مثلا؟ انا كنت مولوع بالفنانه مليكه نجمه الغرب ديالنا ديال سيدي سليمان، كنت مولوع بالفن ديالها وصافي، وبقات عندي هوايه كنغني الاغاني ديالها. ملي ماتت صافي لقيت راسي كنغني داك الستيل ديالها. كتغني الشعبي الغرباوي ديالنا ديال الغرب، منطقه الغرب كامله. وعطيني شعيطه غرباويه. مرحبا. خليوني نبكي وايل هلكني والميما، خليني نبكي وايل هلكني والميما، يزين بلاني بلاني مشو خلاني، الحب رماني رماني مشو خلاني. تبارك الله عليك. شكون من اكثر الفنانين في الساحه الفنيه نجوم الغناء الشعبي تيتمنى حاتم ولد ملكة يغني حدا، او بالاحرى يعمل معاه ديو مثلا؟ زينة الدودية. ياك. علاش اختاريتي نونة نسوة ما اختاريتيش راجل؟ زينة الدودية، انا من العشاق ديال زينة الدودية، تبارك الله فنانة كبيرة مغربية ناجحة، واي عمل حطته كينجح. شنو حافظ من اغاني زينة الدودية؟ كلهم. حالاش اكثر اغنية قريبة لقلبك؟
وشدي ولدك عليا، شدي شدي يا خالة، لا 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 زادت بزاف الحالة، شدو حاتي ولدك عليا، شدي شدي يا خالة، عندو الخيانة مودة، حسابو المحطة فوضى، لا عتبتو مرة، ينود معايا نود، باغي جنني ولا يديني للرودة، ويدير اللي عجبو وانا طعم فرودة. حاتم كتشوف بانه عندك صوت يأهلك انك تكون فنان وتكون نجم من نجوم الاغنيه الشعبيه في الصفوف الاولى كما تنقولوا، نشوفوك في مهرجانات وعمليه. علاش لا؟ انا تبارك الله دابا اش غادي نقول لك، عندي جمهور كبير، وجمهور اش غادي نقول لك، جمهور تقريبا ديال نفس هادو اللي كبار في الساحه الفنيه، نفس الجمهور اللي عندهم عندي انا. حاضر بقوه في السوشيال ميديا، فيديوهاتك دايرين ضجه. يا كيما الدور تلقى خمسه في عين الحساده خالي. شرك بيئتي. عجبتك الاغنيه ديال الشر زيدي كبيرتي؟ عجبتني الاغنيه صدقا، رغم ان فيها كلام قبيح، كلام نابي، كلام يسيء للقاصرات وما الى ذلك. شوفي لك واحد الحاجه، انا هذا الكلام اللي قلتي دابا انا ما سمع انك عزيز عليا ديك اللقطه ديال الشر ديال لا ديال خمسه في عين الحساده خاي، شر كبيئتي صح. حاتم ولد ملكه لما انت يقول خمسه في عين الحساده في عين الحساد كامل اللي تابع. علاش غيحسدوك حاتم مثلا؟ شتي الانسان دابا في هذا الوقت يحسدك على الضحكه ديالك، لكن انتي ناشط وفرحان مع راسك يحسدوك. متفقه معك فادي، ما كذبتيش. الا كنتي ناشطه وضحكت يقول لك علاش ضاحك، علاش فرحان، علاش حنا ما ضحكناش وناشطه. كلمه عتاب حاتم لما تبغي توجهها؟ كلمه عتاب كلمه شحال قدي، شحال قدي نقول وعندك الناس بزاف مقلق منهم. تنقول اللي غلط في حقي ودرت فيه الخير ورجعوا لي بالشر، كنقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كاينين الناس غلطوا في حقك، تعاملتي معاهم مزيان وغدروك وطعنوك؟ تعاملت معاهم واش غادي نقول فنانين في الوسط؟ فنانين معروفين؟ تقريبا تعرفوا معايا. اقول لي ما نقولش المشاهدين. يا ناري. اقول ومن غير الفنانين، المهم انا قلت لك اللي كيقول في حقي كلمه ديال في كلمه خايبه اولا ديال الشر وانا مصرف فيه غير الخير، تنقول له دعيتك خلاه في هذا رمضان هذا. اكيد ما كاينش محسن انك توكل امرك للخالق سبحانه وتعالى. حاتم اليوم الا سولتك وقلت لك هل الشهره نعمه ام نقمه عليك؟ بصراحه ما نكذبش، الحمد لله الشهره نعمه عليا. ترقعتك ضروري الحمد لله بصراحه. قالك ضروري، كاين اللي غيتقلق يقول لك شنو انا مرقع ولا لا؟ بديت من الصفر والحمد لله بجهد الله ورضاك. انت وليتي تلبس اجاج، على ذكر اللبس الاوتفيت ديالك اليوم نبداو بالقميجه بشحال؟ القميجه 3000 درهم. 3000 درهم والساعه زيد الساعه 15000 درهم. 15000 درهم السروال؟ السروال 1500. السبرديله؟ السبرديله 6000 درهم. وانتم على حاتم ولد مالك. اذا الشهره كانت نعمه عليك؟ كانت نعمه عليا صدقا. الحمد لله اكيد الحمد لله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكون اللي ليه الفضل الكبير على حاتم ولد مالك من غير الفيديو طبعا اللي شفناه ودار ضجه؟ اللي عليهم الفضل عليا من بعد الله سبحانه وتعالى. اكيد ان الانسان ما هو الا سبب. وحدي اللي عليهم الفضل عليا من بعد الله سبحانه وتعالى هو الوالدين ورضات الوالدين والدعاوي ديال الوالدين. حتى شي واحد ما عليه الفضل. ما عليه الفضل. انا كافحت وكافحت راسي وخدمت راسي والحمد لله حققت نجاح راسي، ما عاوني حتى واحد موقف معايا. حتى واحد ما وقف معايا. حتى واحد ما يد لك يد العون، حتى حد ما خدا بيديك، حتى حد ما عرفك مثلا على ناس او ما الى ذلك. لا باش نتعرف على ناس، راه ناس كيعرفوا على ناس عادي، اما ماشي واحد اللي عنده الفضل انه وقف معايا وعاوني وبقى معايا، ما كاينش حتى واحد الحمد لله. وقف او انت ناكر للجميل لاشخاص مثلا ما بغيتيش ت لا شكون هاد الاشخاص مثلا؟ ما عرفتش، انا كنطرح سؤال هو سؤال مطروح. لا شوفي انا لا جيتي تلاحظي من البدايه ديالي انا بوحدي، خدمت بوحدي الحمد لله بوحدي.